أهلا بكم. الجو ماطر زوال اليوم، إذا تتوقع مديرية الأرصاد نزول أمطار وزخات رعدية بين الجديدة والصويرة وتساقطات ثلجية متضاربة بالأطلسين الكبير والمتوسط فوق 2300 متر وأمطار محتملة بالسواحل شمال مدينة الدار البيضاء. وخلال الليل ثلوج ستهم الأطلس الكبير ابتداء من 1500 متر وستنزل زخات رعدية بالسواحل الأطلسية شمال مدينة أكادير وأيضا بالسهول الداخلية وبغرب الأطلس بالريف وأيضا بشمال الأقاليم الصحراوية. وغدا صباحا تساقطات ثلجية متوقعة بالأطلسين الكبير والمتوسط وبالمرتفعات فوق 1400 متر وأمطار وزخات تهم السواحل شمال مدينة أكادير أيضا الريف وبالمناطق الواقعة غرب الأطلس وبالجنوب الشرقي وستهب رياح قوية بمنطقة الشرق. أما درجات الحرارة فستصل بعد زوال اليوم إلى 11 درجة بفران، 23 متوقعة بالدار البيضاء و27 درجة بكل من السمارة العيون والداخلة. غدا صباحا ستسجل درجة واحدة تحت صفر بمدينة إفران، 5 بوجدة وأيضا بفاس و10 درجات بكل من العاصمة الرباط وأيضا بالدار البيضاء. يوم الجمعة سيبقى الطقس ماطر بالسواحل والسهول الواقعة غرب الأطلس أيضا بمنطقة الشرق وتساقطات ثلجية مرتقبة بمرتفعات الأطلس. ويوم السبت أمطار محتملة بالشمال الغربي وستكون الأجواء باردة بالأطلس وأيضا بالهضاب العليا الشرقية. نتعرف الآن على مواقيت طلوع وغروب الشمس ثم طلوع وأفول القمر بمدينة الدار البيضاء. وإضافة للأمطار توقع مديرية الأرصاد في نشرة خاصة أن تهم تساقطات ثلجية قد يتراوح سمكها بين 20 و 55 سنتيمتر من اليوم وحتى الجمعة المقبل بكل من الحوز شيشاوة أزيلال بن ملال بتنغير ميدلت إفران خنيفرة صفرو تازة توريرت أيضا بيغرسيف فيجيك تارودانت ورزازات تنغير الراشدية وبولمان. وستنخفض درجات الحرارة إلى 7 درجات تحت الصفر بالحوز شيشاوة أزيلال بن ملال تنغير الراشدية وبولمان. وغدا ستهب رياح تتراوح سرعتها بين 70 و 85 كيلومتر في الساعة بكل من بركان بولمان فيجيك جرادة ميدلت الناظور وجدانقاد أيضا بتوريرت. بهذا نشرة الطقس، دمتم في حفظ الله ورعايته. Thank you.